فالحديث الحقيقة الجانبي سري وهيساعدنا جدا واحنا بنتكلم يمكن في فقرتنا بعد شوية. لكن خلوني الأول هستأذنكم ان احنا هنتابع جزء او فاصل او مقطع من كلمة رئيس الجمهورية، وبعدين نرجع نرحب بضيوفنا ونبدأ مناقشتنا، وهقول لكم الحديث الجانبي كان في ايه. دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2.5 مليون زيادة سنوية، أنا لما أجي أعزز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز مش بنية صحية بس، لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات، ده أمر يتحط في الاعتبار إنه ده تحدي من التحديات. لأن أنا لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي، طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. أنا عايز أقول إن ده تحدي. طب هل الناس أو لما بيتم تناول حقوق الإنسان في مصر، أنا هقبل أي شكل من أشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر، لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل، تناول شامل. دي قضايا موجودة عندنا. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش، ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بأتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، عشان الناس تبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا.